شايفين انتوا دوركم كلاعبين ايه في الحفاظ على الانتصار السابق ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراة الجاية مباراة مهمة بالنسبة لنا، بنكون متصدرين في فترة التوقف، ونادي قطر ما عنده ولا نقطة، فبيكون محتاج الثلاث نقاط، بس ما راح يعني بنكون احنا جاهزين بإذن الله، واحنا نرد ناخذ الثلاث نقاط كتصدر لنا. البعض يرى أن فريق الريان يعاني من مشكلة هجومية على صعيد خط الهجوم، رغم أن الفريق في الجولتين الماضيتين سجل، لكن البعض يقول أن ربما بعد رحيل تباتا وسيباستيان ليس خط هجوم الريان كما هو المأمول أو المنتظر، هل ترى أن هذا الكلام صحيح؟ طبعا البعض يتكلم أن في مشاكل في الريان من ناحية الهجوم، احنا ما نشوف أي مشاكل، بالعكس هذا احنا فزنا آخر مباراة 3-1 وعندنا هدافين، يعني خط الهجوم ممتاز وفريق متكامل، وحتى لو كان في نقص احنا رودي في 11 لاعب في الملعب يغطون اماكن اللعب حتى لو كان في نقص، بس الحمد لله احنا لا يوجد اي نقص. ما رايك في الفرصه التي منحها لك المدرب اجيري للمشاركه مع الريان بصفه اساسيه، وما هي دوافعك وطموحك مع الفريق هذا الموسم؟ شكرا. طبعا اشكر المدرب على منحي الفرصه، وطبعا كاي لاعب صغير اي فرصه بتجي ما راح يفرط فيها بسهوله، ودوافع وطموحي اني اكمل مع الفريق الاول لنهايه الموسم كأساسي، واني اطمح للدوري ان شاء الله. شكرا للسيد اجيري مدرب نادي الريان، وايضا لاعب عبد العزيز الهزاع، وشكرا ايضا موصول للاخوه الاعلاميين عبر تقنيه الفيديو. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.